فينا هو وخالتي؟ كان هنا وليدي. باش يجيني الهضر من واحد قريب عثمان. واش عرفتي راسك اش درتي ولا لا؟ بدك تلقى لي عثمان فين ما كان. حي يرزق. اخ المهم الكاميو اللي طلعوا فيه كان في طريق الدار بينا. انا حفيدة فاطمة، دور الخير. الله يا بنيتي، زيدي زيدي علقيني بنت عمي. شحال حنا خدامين معاها، ما عمرو شافينا حتى الشوك. يا بولانا انت اللي كدافعي عليها. 10 وطف 10 وطف بعد علينا. سميتها ياسمين، الا لقيناها غادي نلقاو. هاد الشجرة طرف من حياتنا، وحدة منا، هي فينا وحنا فيها. شكون عارف شحال من دموع ودم سقاوها، وشحال من يد جربات تقطعها وفشلات، والخير والشر اللي شافت، شحال من ليل وفجرفات، وشحال من واحد تولدو مات وهي مازال واقفة كتعاند في الزمان وشاهدة علينا. جذورها شادة في الأرض وعروشها طايرين في السماء. كنت قدرت تهدر، كون عودات حكايات وفشات أسرار، ولكن من ساعد شي ناس الشجرة ما عندها لسان. ياسمين، ها العافيه اللي في قلبي ياك. تقولي عليا لا انا ياك، كنبغيك وناخذك في الززه ياسمين، ولا ما بغيتينيش غنشعل العافيه في الدوار كامل، دار دار غنشعل فيها العافيه. اطلع مني يا ناصر، خلصت العافيه راه تبعد مني. واش باغي تدخل عليهم ويشوفوا بعينيهم؟ زيد تحرك قدام، اشوفوا الشيخ علاش قال. وتحرك اطلع مني يا ناصر، تتسبب تحرك قدام ياسمين. بعد مني انا ناصر، سير. ماما اهلا، مرحبا اختي. اش عبد الخاطر؟ شي مناسبه هادي ياك؟ قالت اختي شبوك يكون زوين بزاف، اش بك هذا؟
هذا عاد بعتو دابا دابا بعتو 80 درهم تنخليك 50 جمعون. انا غير كنشوف فيه حيتاش كيعجبني ماشي حيتاش باغا نشريه. كيعجبك تي تفرجي. سمحي لنا اختي سمحي لنا بغينا نسيقوا هاد البلاصه هادي. سلام. مال هاد السيدة جالسة هنا؟ شكون معاها الله يخليك سبحان. خدي هاد. أنا سميتي سعاد، أنتي؟ ياسمين. ياسمين سميتك فنة. اش خاصك شي حاجه؟ واش قطع بك الحبل هنا في كازا؟ كنت عند واحد الناس من عائلتنا ولكن جراو عليا. تي زوينه بزاف وكازا صعيبه ما خصنيش نخليك في الزنقه. يلا معايا. فين الدار؟ ما تخافيش الزنقه راه صعيبه عليك. أمدريلي أمدرا مسألة ماما كنشوف يد بابا سخونية العافية نشفت للبال في عينها والدخان أثر على الشوف عادي تشوف طبابا واخا الله يرحم لك الوالدين قولي غير واش البنت ديالي غادا تشوف صراحه ما نقدرش نقول لك شي حاجه دابا ولكن مع المده غادي يبان كلشي شحال ديال الوقت الطبيب شحال ديال الوقت على الاقل شهر شهرين يكون خير ان شاء الله ماما واش صافي انا تسميت ليلي لا ليلي الله ينجيك حياتي قريتي شنو غندير فيها لك واحد العضونوس تقطيره تقطعها عليها واحد لجال غندهنيه في الصباح كل صباح ان شاء الله يكون خير غير هو واحد الحاجه ننصحكم بها وانه خاصكم تتبعوا معها في السبيطار المدينه واخا الله يرحم لك الوالدين مرحبا ليلى بالشفاء ان شاء الله الله يهنيكم ماما
هضرت مع حسن الحق علينا صاحبي. علاش علمتيه؟ وحنا قادين بشغلنا. خليه ورك يقلب على عثمان، ورا ما عرف والو ما خصو يعرف والو. عينا ما نقلبو، وحتى الشيخ سول في السبيطار سول في البريغاد والو. شكون زعما يقدر يكون نزل في الواد وحصل لتحت ويبقى الحوش تبقى ما ياكل؟ وداك الشيخ فور شنو نديرو معاه؟ غادي على لابطو جيتي، هو عارف دار بيضا غينفع لي. وما تيقش فيها؟ وبان لي الغدر في عيني. انا راه غير هادي في ياسمين، هي اللي شافت كلشي وهي اللي عارف. ولا لقيناها وما بغاش ترجع معانا؟ غادي نشدها من شعرها وسط الدار البيضاء وغنشجرها حتى للدوار. وراه الدار البيضاء كبيرة بزاف، فين غادي القهوه؟ انت مالا الدار البيضاء تخلعني انا؟ كاع اللي جات حتى للدار البيضاء صافي يقول لك غتخبر. ولا تنقلب عليها الدار البيضاء دي كاملة، وغادي نلقاها واخا تكون تحت الأرض، راه ولد الشيخ أنا. أنا بغيتك تفكر معايا في حاجة واحدة. وحدة ما عندها حتى شي تريكة هنا، حتى شي حد. فين غادي تكون مشات؟ وهاديك راه واحد الجنية منا. فران وقاد بحومه، راه بنت يامنا هادي. ناس عارف اش كتخرج على فمك، راه كدوي على مرتي. زيدك الداري في كالهضره زيد. ظلموني وطيحوا عليا الباطل، ولكن ربي فضحو. فاش ما رضاوش لحوني انا وحوايجي بالليل في الصنقه. هانتي عائلتهم ما لقاتش فيهم الخير. وعلاش خليتي بلادكم وجيتي لكازا؟ قلت زعما نجي نجرب زهري في المدينه. صعب عليا تاع هاد المدينه ما حملاتنيش. لا ما تقوليش بحال هكا، حنا راه كاملين جينا هنا وتكرفصنا والحمد لله حنا بخير. شفتي هادي؟ والله كون ما كانت حتى نرجع لدارنا ما نبقاش هنا في كازا. هادي سميتها لمياء. شي هادي اللي كتهضر معاك ما كتعاوني لا في شقه لا في غسيل المواعن لا في التسياق لا في والو. انا كندير كلشي بوحدي. غتسكتي؟ لا ها هي ساكته. الله يخليكم لبعضياتكم. امين. شحال نتوما ساكنين مع بعضياتكم؟ عامين كنا بثلاثه بيضه، دابا بقيت غير انا وسعاد. الصراحه ولفنا بعضيات. بغيتي تهضري مع شي واحد؟ لا هكا حبيبه راني مشارجي 10 دراهم. خدي راحتك. شكرا. التليفون ديالي نسيتو في البلاد، داكشي علاش. ايوا خلاص عليا. فين غادية؟ فين غادية يا منى؟ غنمشي ناخد طريق بنتي. ها العرا بنتي، ها العرا بنتي. خليني امي فاطمه. لا وا بنتي ما عندك ما تقدي في الحق. واش غنسمح لهم في حق بنتي؟ واخا بنتي كفينا اللي فينا. العرا يا العرا العرا. واش تخلي بنتك يا بنيتي؟ تخلي بنتك وتخليني لمنى بنتي؟ ها العرا يا منى بنيتي. ها العرا انا مزوقه، انا مزوقه بنتك. الله بنتي لمنى غتخلي بنتك؟ ها العرا غادي نضطر حتى واحد ما كيجاوب فيها. يا ربي غير ما تكونش طارية شي حاجة. لا ان شاء الله ما يكون طاري والو. شوية عاودي عيطي لهم. دابا اشنو هي ديري؟ المدينة راها صعيبة، وإلا ما كانت عندك لا خدمة لا سكنة غتكرفسي بالجهد. والله ما عرفت. سمعتي شنو قالت؟ سمعتها. إذا خاص تبقى معانا. فين؟ هنا. فين هنا؟ خاص تبقى معانا. فين غتبات؟ حدايا. وانا؟ أنت غتباتي في الصالون. ياك لالا، فكيها. جلسي. أختي سعاد ياك ما كينباس. لا، شي هادي والله تضريفة. قالت لك غتنعس في الصالون وغتعطيك بلاصتها. الله يكثر خيركم البنات. يسمحوا لي عافاكم. خالتي كاينه قلتي لي زرده حداها جامع الدرب الاول. ايه واخا خالتي صافي الدرب الثاني. واخا خالتي انا نقلبو تم.
صافي خالتي الله يرحم لك الوالدين. واش شاش قلت لك؟ هي طامو جايبه اخبارها. تأكد. وهذا الشيء اللي قالت لي طامو، قالت لك راه جات عند شي بنات خالتها في الحبوس. هنا. وانا خت ندي على طامو مرا كبيره ما عارفه والو. ولا طامو راه سبق لها جات عنده. ولا كانت كاينه هنايا غنقلب في هاد الحبوس دار بدار تلقاها. مالنا على هاد التمره كامله؟ واش هادشي كامل على الزواج؟ اه توقع اللي وقع، نتزوجها نتزوجها. وانت عارفه كانت مع هذاك خينا واخا هكاك مازال تابعه، مازال مقصح راسك. ويعلم الله اش كان بيناتهم. ناصر تعاود هاد الهضره هادي غنخلي ضربوك، سمعتي؟ عارف اش كتقول ناصر ولا لا؟ انا ولد خالتي راه ما نبغي لك غير الخير، وديك الدريه راه ما تصلحش ليك. ما سولتيش راسك اش بينها وبينو؟ بغيت نفكر في هادشي. حتى كنفكر فيك نحس بحال شي جمره شاده بيدي ومورك عليها مزيان وكتحرقني. صاحبي اللي خلقها راه خلق احسن منا. ما غاديش تحس بيا، حيت ما كيحس بالمزوده اللي مخبوط به. والمزود ديال ياسمين مخبوط ليا في قلبي لداخل. دابا انت توريني تقول لي انساها. جربت وما قديتش. جربت ما نفكرش فيها وما قديتش. جربت نقول عيب ليا ودايزه وما قديتش. عرفتي علاش؟ حيت ياسمين معشه ليا في القلب. اه كنبقى في قدام الرجال كيقدروش يهضروا، وها كنشوف في عينين ياسمين كنبدا نترعد. كندير اي سبه باش نمشي للتعاونيه ولا لدارهم غير باش نشوفها، نشوف دوك العينين، حيت هما اللي كيداو لي الجل اللي فيا لداخل، يشعل فيا العافيه. ها؟ اه نبلي بياسمين انا، انا كنحماق على ياسمين ونقولها وسط الدار بيضاء هادي. كنبغيك يا ياسمين، ولا راك كنتي شي واحد اخر يا ياسمين. كنتي كتقطف الورد. باش عرفتيها؟ حيت انا كنبيع الورد، والبنات اللي كيكونوا تيقطفوا الورد كتكون عندهم هاد البلاصه فيها لاطراس ديال الشوك. انا بنت الورد، كبرت في وسط الورد وعشت من الورد. بس ساليت قرايتي وخديت الباك، خدمت مع البنات ديال دوارنا في التعاونيه. ايوا شفتي الله سهل عليك ولاقاك معانا. كنعرف واحد البنت خدامه عند واحد السيد الله يعمرها دار، عندهم مكازا كيصايبوا فيها الروائح، ومحتاجه البنات اللي كيخدموا في الورد مزيان. الا بغيتي مشيو عندهم ما تعرفي. وما تخافيش ما غتمشيش بوحدك، غنمشيو معاك. ولمياء غتقادك. لمياء قاديها. الله يا ودي غادي نردك كتحمقي. وما تبكيش وصافي تلقي البشره اجي نغنيو لها. انتي يا العيلة مولاتي الزين والعقل واتي ويا للا مولاتي يا للا مولاتي انتي العيلة مولاتي الزين والقد واتي ويا للا مولاتي ويا للا مولاتي انتي دابا غنضحك. انا العيلة مولاتي الزين والقد واتي ويا للا تعاديت وتبليت بها كنبغيها. حياتي كامله عمرني حلمت، حلمت جوج مرات في حياتي، ودوك جوج مرات حلمت براسي بجوج بياسمين. صافي اللي عطا الله عطات، تبليت وساليت، وغادي نتزوجها بها. والله ما تزوجت بيا تنقتل لها بالله، نقتل لها وندفنها هنا وسط هاد المدينه وانتحر من وراها. وصافي يا ولد خالتي ما تبكيش، صافي صاحبي الناس كتشوف وغادي يلقاوها وغاتزوج بها. يلا زيد خلينا نقلبوا على هاد ياسمين. زيد قدام، زيد قدام يا ناصر. شنو قلتي للجدرمية؟ قلت لهم كتاب الله وتصرف، وانا ما عندي عدو. هادشي باش ما ندخل المخزن بيناتنا. بالحق انا عارفه العدو ديالي. مع شكون؟
ولدك علي. شتي نتوما سهل عندكم تطيحوا الباطل على الناس. كانت الطوموبيل ديالو واقفه تما والعافيه شاعله وهرب هو وناصر. يا ودي راه غاجب لك الله، راه واقيلا تشابه لك. ولدي راه مزيان ومربي مزيان، راه ما يقدرش يدير هاد الفعله هادي. كنقول لك شفتو بعينيا وكتقول لي تشابه لك على انا خافي عليا الولد ديالك. نتوما اللي بديتو بالاذى وترجعتو في هضرتكم، وبنتك هربت مع راجل براني. بنتي هربت من هذاك المسخوط ديال ولدك، عيات كتقول ما بغيتو ما حملتو، وتا حد ما بغى يسمع ليها. ياك انا جيت عندكم طلبتكم 100 مره قلت لكم نساو عليكم ديك الخطبه، بغيتو ما بغيتو رديتوها ليا في وجهي. كاين هادشي ولا ما كاين؟ شفتي كون ربيتي بنتك ما تهربش مع راجل براني وتجيب لك العار. فهمتي؟ واخا سيدي بنتي غلطه هي، وامل اش دارت ليه؟ اش دارت ليه اللي رزيها في الضوء ديال عينيها؟ اسمعي يا من الله يرضي عليك، نساو اللي فات، وحتى ولدي الا كان بصح دار هاد الفعله حقك على اللي عندي. أو احنا هنشوفو. شوف انا لا جبتك شي حاجه مادا اصلي. سلام. بونجور. السلام عليكم. وي جو بو فوز ايدي؟ عافاك جيت على وديت الخدمه اللي طالبين. فهاد اللي خدمتي في شي اتوليي دو بارفو؟ لا هادي اول مره الا كتب. عندك سيفي؟ لا ما عنديش. مادموزيل قبل ما تدوز لونتروتيان كيخص ضروري يكون عندك سيفي باش نعرفوا شكون انتي شنو قريتي شنو ليكسبيريونس اللي عندك اكسيتيرا. هذيك الساعه نقدروا نشوفوا. سير صوب سيفي ديالك. واشي واش كاين بعدا شي بوست موجود؟ هاد الساعه موجود بحق جاني شي بروفيل مزيان راه ناخذو. ما فهمتش علاش كتهضري من طرف نيفك، راه غير كنسولوك ماشي كنسعوك. جربي التواضع راه زوين. كان قال لي واحد الطبيب. الطبيب ما قالكش لي بون مانيير مزيانين؟ لسانك طويل شويه. لي بون مانيغ ما قريتش حتى تما. سلام. بابا. بونجور. سافا مريم. سافا الحمد لله انت. كشي كليان جداد؟ لا هادوك شي بنات غالطين في المحل. سي الوافي صاحبت شي حد بولا كوموند؟ نو مازال. ديك لا كوموند مهمه، هذيك الفلوس هي باش غنخلصوا لي فورنيسور. انتي واحد فيهم صيفط لنا لاد دو ميزون دو مور، قال لك الا ما خلصناش غادي يدعينا. مدام عليك صوفيا هذه مده باش مشات، جو بونس خصنا شي وحده تعاوننا هنايا في لاتولي. شنو بالك عندي واحد السيده من لا فامي مزيانه، الا بغيتي نجيبها تشوفيها. تفهم شي حاجه في الورد؟ لا فيغيتي نو، ولكن عقلها خفيف كتعلم. خصنا شي وحده تكون تتفهم في الورد وفي لي بارفان وفي نفس الوقت دير الميناج. مدام شكون هذه اللي كتفهم في الورد وغتقبل دير الميناج؟ عارفه ولكن كل واحد تيمشي على قدو. خاصنا نكتشفوا برودوي جديد ما تيدوش في السوق، اون مارك دو فابريك، هادشي اللي غادي يصوفينا. علاش مادام ما تاسوسيوش لاتوليي مع لا سوسيتي؟ هكا لا سيتواسيون فينونسيير ديالنا غتقاد. بابا من النهار الاول بغى يفرق ما بين الشركه ولاتوليي، حتى انا سا مارونج هكا تنبقى انديبوندون مستقره، وخويا اللي مكلف بالشركه. انت تعرف مادام اش نقول لك؟ باش غادي نبدا؟ سميه الكنيه والتليفون ومن بعد الدبلومات ديالك. عندي باك مونس. باك مونس كتبيها قيديها، راك باك مونسون هذاك. حبيبه
صافا تربوش القهوه متر ماجور تاي كتصفر علينا غرقنا مشينا حدا الصخر دخلنا لداخل سير فحالك ولا غنوض لك يلا غيره راه لما كنتيش بحال هكا راه ياكلوك كملي Monsieur Wafi, bonjour. Comment ça va? Kunt justement ghadi n'ayit lek f telefon. La commande dialek mojouda. La walakin moumkin nsaft lek d'autres échantillons bach tjerb d'autres produits. Oui. OK. Ala khatrek. Merci, ma salama. Monsieur Wafi a annulé la commande. شي كان خاصنا انا قلت لك مدام شوف مع الحاج كنتش تشوف مع الحاج واخا نعرف نسد هاد العتولي عرفت انا جيني غير بغيتي تقصها راسك وصافي بونجور اسمح لي مدام اختي هذا هو السيفي اللي قلتي لي راه صايبته شنو هذا كتبها بيدك لا كتبته برجليها سي في مادموزيل كيتكتب لورديناتور كي كيديروا الناس ما عندناش لورديناتور السيبر سيد يا كارتي المهم فهادشي هو لي زانفورماسيون انا راه كتبت كاع داكشي اللي غتحتاجو واصلا الخط ديالي راه باين اوكي سي بون خليه كانت شي حاجه غنعيطو لك انت تعيطو لي يا اختي يكون خير صافي غنشوف ابنتي شكون فيكم سميتها ياسمين؟ انتي برك طلع عندك باك مونسيون؟ عندي باك علمي خديتو بمونسيون وكنت باغا ندير الكليه ديال العلوم ولكن ما كتبش شي ظروف ما خلاتنيش وصافي شنو الظروف؟ اي شي مشاكل عائليه كتبتي باللي كنتي خدامه في شي تعاونيه ديال الورد هادشي بصح؟ حيتاش البلاصه فين ساكنه كلها ورد وهذيك هي الخدمه ديالنا كنقطروه وكنبيعوه للشركات ديال الكوزميتيك كتفهمي في الورد ياك؟ كتفهم فيه مزيان الورد هو حياتي ممكن تخدمي معانا شكرا خالتي توحشتك تبقيتي شوية بخير شويه على كي خليتك تكوني كتاخدي الدواء مزيان ومتبعاه وكتسمعي لماما عاد بغيتك ترجعي بصحتك كما كنتي قبل بغيناك ترجعي كما كنتي وترجع صحتك لبلاصتها انا عارف كتكوني مقلقه على عثمان داكشي علاش رجعت عمر ما فرطت حتى حاجه من جهته لكن تيقي فيا غنرجع لك برجليه بغا ولا كره دخلت المغرب على ود هادشي دابا انا معاك
هانتي ياسمين، هذا هو لاتولي ديال بابا الله يشافيه. هنا كنصوبوا العطر، وهذا المهدي هو اللي مكلف، هو الشيميس ديال الشركه. مرحبا بكم. هذه هادي ياسمين غنخليها معاك باش توريها الخدمه. داكوغ، تفضلي. شوف ما تنساش ديك البارفان اللي وصيتك عليه، هاد السيمانه خصو يكون موجود. واخا لاله، هي الاولى. مرحبا ياسمين، الا احتاجتني بشي حاجه انا لتحت. تفضلي شوفي فين تجلسي بيد ما نسالي. واش ما كاينش الورد؟ لا لا، تنخدمو غير بالروح ديالو ازاك تخيل، وبعض المرات تنخدمو بلي بارفان تيفيسيال. ولكن الا ما كانش الورد باش غادي نخدم؟ انتي غتكوني لاسيستون ديالي، غتعاونيني غتنقي لي فيول والماتيريال ديال الخدمه، والا كان شي كوموند راه غتعاونيني فيه. شوف بستوك ستوك. استاذه سلامي مرحبا، هادي شحال ما شفناك. ميرسي بوكو مدام مليكة، كدايره؟ لاباس عليك؟ ان كافي مريم؟ نو 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 ميرسي، والله ما خصنيش، غادي ندخل في الموضوع. نيشان سيد الحاج باباك كلفني نجي نهضر معاك في واحد الموضوع. الله يسمعنا. اخبار الخير؟ بصفتي مديرة الشؤون القانونية ديال مجموعة شركات ديال الحاج، كيسعدني ويشرفني انني نقدم لك الاوراق ديال التعيين ديالك كرئيسة مجلس الإدارة ديال الشركة. ما فهمتش. ولكن خويا مراد هو اللي مدير هاد الشركة، أنا ما عندي حتى علاقة بها، أنا حدني هاد لاتولي. سيد الحاج هو اللي قرر هاد الشيء، وأنا ما عندي ما نقول لك غير فيليسيتاسيون. مراد في راسو؟ صراحة ما في خبر حتى شي واحد، أنت الأولى اللي جيت هضرت معاك. مدام مليكة الحاج مريض، زاد عليه الحال بزاف، اتصل بيا باش أنني نجي نخبرك بهاد الشيء. واخا. الله يوفقك، بون شونس. كان كيسحب لي الدنيا كلها غنلقاها عامره ورد. اللي كنحتاجو الماء ديال الورد راه كنكومونديو، وبالنسبه للورد الناشف تنجيبو غير على ود سوقو بيه لي برودوي. اهداي اش كديري؟ راه هذيك دايره 12000 درهم، حطيها. شوفي فين تجلسي يلا. مدام مليكة ياك لاباس؟ بابا باغي غير يجبد لي مشاكل مع خويا. ما فهمتش علاش. نهار هذيك لافيسي تيقول لي غادي نعاود نهضر في الشركه، ما كنتش كنفهم. ما فهمت علاش ما قالش لك من الاول. عرفني ما غنقبلش. ولا فريتا مدام، انت اللي كان خصك تكوني في لاسوسيتي من شحال هادي، انت كتفهم في البارفان وكتفهم في الكوزميتيك، بصي مورا داش كيفهم والو. دايوغ هاد لاتولي كان خصك تسدو من شحال هادي ونمشيو كاملين نخدمو تما، كلنا نستافدو. لا زعما نمشيو معاك حنا لاكيب ديالك، نخليوكش بوحدك. مريم ما تسمحلكش تدوي بحال هكا على خويا، شوية الاحترام. اش قالك؟ قالك شوف دار القنتانية. هنا وحدة راه كاينين جوج. صاحبي راه كاينة قنتانية وحدة تبقى صح. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلب على هاد البنت. ياسمين.
ما بقاتش هنا. فين مشات؟ ميلودا، ميلودا تيسول على ياسمين. شكون انت اللي كتسول عليها؟ جاوبوني فين مشات. شوف اخويا، الا كبغيتي شي خدامه لشي وحده دير الميناج، ياسمين ما تصلحش لك. كاينه انا واختي خدمنا فشحال من دار وشحال من فيلا. ما جايش على قبل هادشي. فين مشات ياسمين؟ وما يمكنش نجاوبك ما عارفك شكون انت. راجلها ما قالتش انا راه مزوجه. ما قالتش لكم بزاف ديال الحوايج. انت لو بغيتي تلقاها فين؟ والله علم كانت خدامه معانا وسرقات السيده المخدمانه وبسببها جرات علينا كاملين، وحنا جرينا عليها من الدار. انت ترى هادشي؟ شي يومين ولا ثلاث ايام هادي. عطيتكم نمرتي، الا لقيتوها تعيطوا ليا وغندور معاكم بجوج. لا لا خويا سير عطينا الثقه راه تساعد. سير الله يعاونك. الله إلا كون غير بقيتي في بيتك مرتاح. قنطت بنتي قنطت، بغيت نبدل شوية. عيب شوية عليك. علاش هبطتي من بيتو؟ هو اللي بغا. بابا تلقيت يا بابا. الحمد لله بنتي توحشتك. الحمد لله. الله ملي كتجي عندي يا بنتي كنشم ريحة الورد. فكرتيني في ايام زمان بالمرحومة الوالدة ديالك. كتشبهي ليها. علاش بابا ما قلتي لنا والو؟ بغيت نشغلكم ابنتي، بارك عليكم داك الشيء اللي ملهيين به. لا ما تقولش هكا، انا نخلي كل شيء ونجي نقابلك. الله يرضي عليك ابنتي، الله يرضي عليك. انما قولي لي، هضر معاك المحامي. يهضر معايا، ولكن انا ما قابلاش هادشي اللي درتي. انا ما غاديش نتراجع في القرار ديالي. انت اللي غتولي في مكاني وانا منتهي. انت كتشوفي حالتي الصحيه مضعضعه وقريب من الامانه يدي امانته. ما تهضرش بابا بحال هكذا، الله يخليك لينا وطول عمرك. خوك مزيان في البوست ديالو اللي كلف به، وانا بنتي غادي نكون مرتاح على مستقبل الشركه الا وليتي انت بي دي جي ديالها. عافاك بابا عافاك، ما تخسرليش العلاقه مع خويا. مراد كيموت على الفلوس، الشركه عنده افير، كيف ربح كيف خساره. وانت يا بنتي كتبغي الحرفه وشاده فيها، واخا تخسري الفلوس ما غاداش تفرطي في الشركه. ولكن شكون اللي غيفهم هادشي؟ غادي يكون حل ان شاء الله، غادي يكون حل. لقد وصلت للتو الى الدار البيضاء، ليس في جيبي فلس واحد. لدي رغبة جامحة وإحساس حقيقي بأنني سأبني إمبراطوريتي. ابتكرت عطراً جديداً يعود الزبناء من أجل اقتنائه. صنعت قطارتي الخاصة. أخيراً فتحت متجري الخاص. ها هي وصفة العطر. قبلت حب حياتي وزوجتي بعد سنة فقط من زواجنا. جوزتي حامل بطفلنا الأول. لقد عاهدت نفسي أن أحمي عائلتي وأضمن لهم مستقبلاً ظاهراً يعيش فيه بسلام ولا يفتقرون إلى شيء. يا مدام ما كنتش عارفة راكي هنايا. يخليك ياسمين، اديري شغلك. مالك؟ الريحة ديال هاد الورد ماشي بحال الريحة ديال الورد اللي في دوارنا. تما فاش كنت كنشم ديك الريحة كنحس براسي بحال في الجنة. إوا ملي كتشمي هاد الورد؟ كنحس بالغمة. يمكن لك تفسري لي علاش؟ البلاصة فين كتخزنوا الورد راه ما صالحاش،
واخا دابا تبغيو ديروا شي ريحه زوينه ولا شي تخليطه زوينه ما غاديش تصدق ليكم. علاش مادام ما كتخدموش بالورد الحي؟ انا راه كنعرف مزيان في الورد من القطيف ديالو حتى للتقطار. الورد الحي غالي وخدمته صعيبه. ولكن ممكن نهضروا مع شي واحد نتفاهموا معاه يبقى يجيب لينا الورد اللي غنحتاجو. هذيك صاحبتي اللي كانت معايا هنايا في الصباح خدامه في واحد المحل ديال الورد وتا هي كتفهم في الورد مزيان، ممكن نوصيها ونهضر معاها ولا نهضر مع مول المحل يشوف لينا شي واحد يجيب لنا داكشي اللي خاصنا. غادي نفكر واخا غادي نفكر. مدام مالك ياك مقلقتك؟ ياك ما قلت شي حاجه ما خاصهاش تقال؟ واحد المرات تيحسب لك داك الناس اللي دايرين بك راهم تيحميوك، لكن بصراحه تيجبد لك المشاكل. وين هذا موضوع اخر. تغديتي؟ تبارك عليك مهدي. وقعنا ليا كليتي داكشي اللي خليت لك؟ إلياس؟ إلياس؟ أنا ودخلت ما بغيتش. تاكل ها؟ حلوين لك الشاهية. أنا كنفكر غير ملي غادي نلقاو ياسمين أش غنقول لك حسن على عثمان؟ أقول لي شديناه هي وهرب مال. وراه غادي يجي واحد النهار غادي يعيقوا بينا بلي حنا اللي صفيناها عليه وخاصنا نكونوا ضاربين حسابنا. ناصر تخشي في وجهك هادشي ياك. كول 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 نلقاو ياسمين بعدا وغادي نفكروا في هاد عثمان والترعات ديالك. ولي ثلاث ايام وحنا كنقلبوا ما لقينا والو. هذيك ياسمين بحال تاس ما عادش فين غابرة. فمك لاحسو جرو ديانا. انا بغيت نقول لك ولد خالتي بلي هي قاده وحادقة، راك شايف التعاونية كي كدير. وحتى أمي كانت كتقولها لي، كتشمل جداها. آه ناصر الله يرحم باك واسكت. صافي. ياسمين، ياسمين. كول كول أو دخلتي كول. مراد خويا بابا انا صافا وحشتك. دخل دايره. صافا صافا سمحي لي عيطت لك بلا لقيت لابيل جاك كن بلا ريونيو ماك محتاجه ليا كنت باغا لا صافي والو الدنيا وصافي. هاد الياس فين هو؟ الياس ناعس هذاك الولد مخرج لي عقلي. لكن ما عاوتاني ديتي شي حاجه؟ فين عندي الوقت باش ناكل؟ صافي اجي كيس مشت لك شي حاجه. مالكه هذوك هما الدراري
ولا نسيتي احنا فاش كنا صغار؟ ها؟ ما كناش ساهلين. وبالاخص انا ياك. كنتي كطير مع الطيور، ماما الله يرحمها كنتي كتخرج لها العقل. اه الله يرحمها. البحث فكرتها مشيت زرتها. عمرني ما كنت محتاجة لها بحال هذا الوقت. شي خلي داك الشيء، اجي عندي. شنو خصني نجيب لك كوفير؟ مازال اجي اجي مالك. اش كاين؟ قول لي اش واقع؟ مالك؟ الدنيا وصافي. المشاكل في عوض ما ينقصوا كيتزادوا. خليني نكمل. اخويا راه رجليا طابو، راه عييت. واش غادي نبقاو نقلبو؟ ورا قلبنا في هاد البلاصه واش ما كتعقلش؟ ونقلبوا مالك؟ تابعك شي حاجه؟ لا. وقلب وسكت. انا بغيتك تفكر معايا فين نقدروا نلقاو هذاك. واش غادي نفكر معاك اصاحبي؟ راه كازا كبير. تكبرت تعيا هاد كازا، ما رجع للدوار حتى غادي نلقاه. واخا نعرف نقلب. عرفتي ياسمين فين نلقاه؟ في بلاصه واحده. واجي فين غادي؟ تبعني. عثمان سرق لي الملايين وهرب. قالوا لي تعرف على شي بنت دوخات ليه دماغه وهرب، سميتها ياسمين. الى لقيناها غادي نلقاو. سعاد لمياء البنات. نعم اجي. واش اوه حلوه لاكريم. كي جاك هادشي؟ شكون جاب هادشي؟ هذا لالا جبتو ليكم انا. مدام مالك عطاتني واحد لافونس وبغيت نتهلا فيكم شي شويه. لمياء لمياء. نعم اجي. ودغيا عطاتك افونس؟ مدام مالك الله يعمرها دار. واش كاين شي عيد وانا ما في خباريش؟ لالا بغيت نتهلا فيكم وصافي، ما كاين لا عيد لا والو. المهم بصحتكم وراحتكم. شوفي مسكينه خدمت عندها دغيا عطاتها افونس، والله حتى ظريفه هاد السيد. لمياء اجي اختي عندي. اش هو مازال ما حكيتش؟ اسمعي هاكي هاد الفلوس. قالاش هادو؟ هادو حقي في الكره ديال هاد الشهر. شدي فلوسك عندك الشهر الاول على حسابنا. لمياء انا علاش شيطان؟ صافي يا صاحبتي. الله يعطيك الخير. شكرا سعاد. هاكي اختي هادو، هادو حقي في المصروف. قول لي انت يا لا. انا كاع ما نقول لك لا. تستاهلوا كل الخير. بصحتكم وراحتكم الله يخليكم ليا. هادي اللي خدامه عندها كتعطيك العصا وكتعطيك الفلوس، واش مهلي هي فيك؟ لا لا مسكينه مدام مالك الله يعمرها دار، كتعامل مع كلشي زوين ماشي غير انا، شهاده لله. ولكني ما عرفتش كنحس بها بحال عندها شي مشكل كبير وما كتبغيش تقولوا. المهم من حقها، ولكن مسكينه كيأثر عليها وكتبدا دير الفلوس بزاف. ما فهمتش انا هاد الناس اللي عندهم الفلوس علاش كيتاثروا وعندهم الهموم. تعطيني دوك الفلوس نعطيها انا السعاده اللي كنعيش فيها وسط هاد الفقر. ويا اختي حيني الله ونشوف فاش يكون عندك الفلوس اش دير. قولي لي تعطيني دوك الفلوس ولا نعطيها هاد السعاده هادي اللي كنعيش فيها. قولي قولي الحلوه قولي. هذيك راه باها عنده شركه قد السخط. ديما ديما الناس اللي كيكونوا عندهم الفلوس كيكونوا حزينين الشبعه. انا نحل الباب. انا فاش كتحط الماكله كاع ما كنحل الباب. شحال كنت تكسر بيه؟